رشيد الطالب العالمي رئيس مجلس النواب يحل ضيفاً على برنامج ضيف الأسبوع. 60 عاماً مضت على تأسيس البرلمان المغربي، فكيف تطورت هذه المؤسسة الدستورية وواكبت الحياة السياسية في المملكة؟ أي دور للبرلمان في استثمار الزمن التشريعي في ظل الأوراش المفتوحة؟ ماذا عن الدور الرقابي على العمل الحكومي وكيف كانت حصيلته؟ أين وصلت مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي دعا لها جلالة الملك محمد السادس؟ كيف ينظر رشيد الطالب العالمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لواقع حزبه ومعه الأغلبية بعد مرور أكثر من 2 سنتين على تعيين الحكومة؟ أسئلة من بين أخرى يطرحها نوفل العواملة على رشيد الطالب العالمي رئيس مجلس النواب في حلقة جديدة من برنامج ضيف الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية على قناتكم ميدي أن تيفي.